جامعة السلطان قابوس تستضيف الاجتماع الثاني لمشروع نظام إدارة الجودة بالمؤسسات التعليمية التابع للمنظمة الدولية للتقييس ISO، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها السلطنة أحد اجتماعات اللجان الفنية التابع لمنظمة ISO. صحيفة نيويورك تايمز تصنف السلطنة الأولى عربياً من حيث السياحة لما تتمتع به من مقومات سياحية وكنوز تاريخية، وأوصت الصحيفة بزيارة السلطنة في العام الجاري. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يقول إن إعادة هيكلة الجيش في البلاد ربما تستغرق 3 سنوات، وذلك في وقت يواجه فيه العراق أكبر تهديد لأمنه. كوليندا كيتاروفيتش تفوز بالانتخابات الرئاسية في كرواتيا لتصبح أول سيدة تفوز بهذا المنصب، ونالت كيتاروفيتش حوالي 50% بحسب نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. تتجه الأنظار يوم غد الثلاثاء إلى ملعب سيدني الأولمبي الذي سيستضيف مواجهة منتخبنا الوطني أمام نظيره الأسترالي في مباراة الفرصة الأخيرة ومفترق الطرق لمنتخبنا الوطني.